يلا يلا ولا لا مش مخضر يلا يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي جنت عليها الأيادي وأزبلتها البوادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون رام رام أيغرامي مين؟ أنا فستو عليك فستو شو بدك؟ خطيتك سلمى على الباب معلم لك شو بدك خطيتي سلمى هلا؟ شلون تجيني هيك خبط لزق بدون مواعيد؟ ما بعرف قال بدها تشوفها يلا غيرة جاية خليها تنتظرني هلا بعد خطيبتي هلا خطيبتي دخيلة هي مهمة يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي كانت عليها الأيادي سهلين سلمى اهلين زهير تفضلوا لا معلش ابو طلعت بدنا نروح بس حبينا نيجي ونطمن عليك يعني بالحساب صار لنا 10 ايام ما شفناك ايه والله العظيم 10 ايام بالتمام والكمال بس صدقيني يا نور عيني والله العظيم ما بطلع من الغرفه حابس حالي فيها مثل الفاره وعم حضر دواء جديد بده يعمل صدعه بالبنت كلياتها طيب ابو طلعت امي بتسلم عليك وبتقول لك شو رايك تجي الليله عنا وتسهر لا كل شيء إلا هالليلة هالليلة بالذات ما لي فاضي والله ما لي فاضي بدي أجرب الدواء الجديد على كم مريض بس أخ يا سلمة أخ يا سلومتي يعني إذا زبط معي هالدواء بصير أغنى واحد بالبلد وبلعب بالمصاري لعب بس أنت دعي لي إن شاء الله بينجح معك يا أبو طلعت وبتحقق حلمك تفضل اشتهيت لك لقمة بامي ورز طبختن أنا بإيدي يعيش وإيدك يا ربي فيها موزات البامية نعم عم قول فيها موزات البامية انت دوق ودعي لي بالمناسبة شو رأيك تيجي الجمعة الجاي تتغدى عنا؟ خليها للجمعة يلي بعدها إذا ما بصير سألها أحسن مو من شان شي بس بكون ارتحت من هم الدواء طيب مثل ما بدك